السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيباتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. اهلا بيكم في الجزء الثاني من طقم زهر دوار الشمس. في الجزء الاولاني عملنا الكوفية وليها جيوب، وكانت الشرح فيها بالتفصيل. وفي الجزء الثاني دوت ان شاء الله هنعمل الجوانتي زي ما قلتلكوا في الفيديو الاولاني. اللي حابب يرجع للفيديو الاولاني هيلاقيه في الايقونة البيضة الحرف الاي اللي فوق، هيظهر لكم دلوقتي، وكمان هسيبه لكم في صندوق الوصف تحت للي عايز يرجع ويشوف شغل الكوفية او يعملها. ودلوقتي بامر الله هنشتغل مع بعض الجوانتي. زي ما انتم شايفين شكله كده، زي ما قلنا وبنقول في كل الفيديوهات، تقدري تغيري الالوانات زي ما انت عايزه، وكمان تقدري تاخدي الفكره وتعملي بيها حاجه تانية. الخيط بتاعي تخين، انا زي ما قلت لكم في الفيديو الاولاني كنت شغاله بالاليزا بيرسيان ده، فده تخين، وعشان كده انا عملت الزهره في ناحيه واحده بس. لكن لو انت بتشتغلي بخيط رفيع والشغل معاكي خفيف تقدري تعمليها في الناحيتين، مفيش اي مشكله. حابه برضو تعمليها زي ما انا عملتها كده، مفيش اي مشكله. يلا بسم الله نبتدي مع بعض بنفس الالوانات اللي اشتغلنا بيها الكوفيه الثانيه، ما عدا اللون الاصفر لان الخيط بتاعي تخين، فلو عملت الوحده كامله زي ما عملتها في الجيب بتاع الكوفيه هتطلع الجوانتي كبير جدا، عشان كده انا شلت اللون الاصفر من في الجوانتي ده. هنتعلم نعمل الدايره او نقفلها بطريقتين، فيلا نشوف هنعمل ايه. بسم الله هبتدي باللون البني زي ما ابتديت قبل كده في الكوفية. هعمل الدايرة السحرية دي، الطريقة الاولى ان انا اعمل بداية الحلقة بدايرة سحرية. اطلع بالخيط منها كده، باخد غرزة عشان اقفلها، وبعدين برتفع فوقيها اتنين سلسلة، بعتبر ان دول اول عمود عندي. بعد كده بشتغل في الدايرة 15 عمود بلفة زي ما عملنا في الوحدة بتاعت الكوفية. هشتغل في الحلقة السحرية دي 15 عمود بلفة. بعد ما اشتغلت 15 عمود بلفة باجي اخد طرف الخيط بتاع الدايرة السحرية وبشده جامد عشان يقفل معايا الدايرة بالشكل ده. بعد كده باجي في السلسلة بعد واحد اتنين، وفي السلسلة رقم تلاتة بدخل فيها وباخد معايا الخيط فوق الابرة كده عشان يبقى ثابت ما يفكش، وبعمل منزلقة، بقفل الدور بتاعي بمنزلقة، وبعد كده بعمل واحد سلسلة وبسحب الخيط وبقصه بنهيه. بعد كده بجيب اللون البيج وباجي في الفراغ بين العواميد، مش في راس العمود زي ما اشتغلنا بالظبط في الاولانية في الفيديو اللي فات، وبربط الخيط. بعد ما ربطت الخيط بالشكل ده بعمل اتنين سلسلة ارتفاع وبعتبرهم هم اول عمود عندي. وبعد كده بعمل الغرزة المنتفخة اللي هو باخد خيط على الابرة كده وهطلع منهم كلهم. هنا انا بقلل الغرز وبقفل بمنزلقة وواحد سلسلة. في الوحدة بتاعت جيب الكوفية كنا بنعمل ثلاث لفات. بعد كده بنقل في الفراغ اللي بين العمودين اللي بعده وباخد الخيط على الابرة واطلع بخليه، اخد كمان لفة وادخل في نفس الفراغ واطلع كده، بقى معايا اللفتين اطلع منهم كلهم واقفل بمنزلقة وبعدين اعمل سلسلة. ده الفرق بين الوحدة دي والوحدة التانية. الوحدة دي بنعملها لفتين بس، الوحدة التانية كنا بنعمل تلاتة. تاني اجي بين العمودين بدخل في النص في الفراغ، اخد لفة على الابرة واخليها، واخد كمان لفة وادخل اسحب الخيط، بقى معايا لفتين اطلع منهم كلهم منزلقة وواحد
واحد سلسلة. هكمل الستاشر بنفس الطريقة وهجيلكوا تاني. خلصت الستاشر غرزة منتفخة او غرزة الفشارة، وجيت هنا واحد اتنين وفي الارتفاع رقم تلاتة، سلسلة رقم تلاتة بدخل فيها وبعمل منزلقة، وبعدين باخد واحد سلسلة وبقص الخيط بنهي واسحبه بالشكل ده واربطها كويس. بقت معايا بالشكل ده. دلوقتي هنتقل للون الزيتي. تمام، بشوف انا هنا مخلصة اخر واحدة، بدخل في الفراغ اللي بين الاتنين غرزة، هجيب ده كده واسحب الخيط بتاعي واربطه على دي علشان ما تتفكش. هربطها بالطريقة دي. عشان ما تتفكش. لما ربطت الخيط هدخل في الفراغ، هرتفع بيه اتنين سلسلة وهشتغل غرزة كلاستر زي اللي كنت بشتغلها في الكوفية. بدخل في الفراغ، اطلع من حلقتين واسيب باقي الشغل على الابرة، بعدين اخد خيط وادخل في الفراغ تاني كأني بعمل عمود، اطلع من حلقتين. لما يبقى معايا تلات عواميد على الابرة بالشكل ده، اطلع منهم كلهم، اقفل عليهم بمنزلقة، وبعدين اعمل واحد سلسلة واتنقل على الفراغ اللي بعده. ادخل كأني بعمل عمود، اطلع من حلقتين، بعدين اخد خيط وادخل تاني، اطلع من حلقتين تالت مرة، واطلع من حلقتين. يبقى معايا تلات عواميد على الابرة كده من هنا، اطلع منهم كلهم، اقفل عليهم بمنزلقة، وكمان واحد سلسلة. انقل على اللي بعده بنفس الطريقة. اول عمود، التاني، التالت، بقى معايا تلاتة، اطلع منهم كلهم، اقفل بمنزلقة واحد سلسلة. هكمل لحد هنا بنفس الطريقة. وصلت لآخر مجموعة، وبعد كده باجي بعد واحد اتنين، وفي السلسلة رقم تلاتة أو في رأس أول عمود بقفل بغرزة منزلقة، وبعدين واحد سلسلة، أسحب الخيط شوية وانهي. لو في أي زوايد من ورا باينة بشيلها. بقت معايا الوحدة بالشكل دوت. بعد كده هشتغل باللون السكري او الاوف وايت. باجي برضو الخيط زي ما هو كده، بدخل في الفراغ اللي بين الوحدتين ده، اسحب الخيط واربطه، بربطه على اللي انا عاملاه كده. دلوقتي هرتفع باتنين سلسلة وهعتبرهم ان هما العمود الاول، وهعمل جنبهم اتنين عمود بلفة، ادي واحد اتنين، بقى معايا تلات عواميد بلفة. هرتفع اتنين سلسلة، وفي نفس الفراغ هعمل كمان تلاتة عمود بلفة، ادي واحد اتنين تلاتة. ودي كده اول مجموعة من مجموعة الجنب. بعد كده بتنقل للفراغ اللي بعده هنا، وبشتغل تلات عواميد. دي كده اول مجموعة منفردة. بعد كده هتنقل للفراغ اللي بعده واشتغل تلات عواميد نفس الطريقة اللي اشتغلنا بيها في الفيديو اللي فات. بعدين اتنقل للفراغ اللي بعده واعمل برضو تلات عواميد.
بعد مجموعة الزاوية بقى معايا 3 وحدات، 3 مجموعات منفردة، اللي جاية هعملها مجموعة زاوية، واللي هي مكونة من 3 عواميد، وبعدين 2 سلسلة، وفي نفس المكان 3 عواميد. اللي يلاقي ان انا بشتغل سريع عن يعني هو مش حاسس ان انا بشتغل بسرعة وهو مش لاحق ان هو يفهم او ياخد باله انا بعمل ايه، يقدر يرجع للجزء الاول من الطقم دوت. الفيديو بتاع الجزء الاولاني دي معمولة فيها يعني شرح بالتفصيل، وكمان في فيديو مخصص للوحدة بس، للوحدة في فيديو لوحده غير الفيديو بتاع الكوفية. اللي مش حابب حتى يشوف الكوفية يرجع للقناة هيلاقي الوحدة دي مشروحة في فيديو لوحدها بالتفصيل، اللي يلاقي ان انا سريعة شوية. بس انا سريعة هنا اعتمادا على ان المفروض ان انتوا شفتوها مرتين، مرة في الفيديو اللي لوحدها ومرة في الفيديو في الجيوب بتاعة الكوفية. خلصت زاوية الجنب، هعمل كمان 3 مجموعات منفرد زي دول، وبعدين مجموعة زاوية، وبعدين 3 مجموعات ومجموعة زاوية. هخلص لحد هنا وهجيلكوا تاني. وصلت لآخر مجموعة، بعد كده برضو باجي في السلسلة رقم 3 وبقفل فيها منزلقة، وبعدين برتفع بواحد سلسلة وبسحب الخيط وبنهي كده. احنا خلصنا اول جزء من الجوانتي، الوحدة بقت معايا بالشكل ده. المفروض ان احنا بقى هنبتدي الجزء التاني، بس ننظف الخيوط دي اول باول علشان تريحك انت في التقفيل، وكمان تبقى نفسيتك مرتاحة ومش حاملة الهم بعد ما تخلصي الشغل تبقي محتاجة ان انت تنظفي خيوط كتير قوي، لان كلنا بنعاني من موضوع تنظيف الخيوط ده، بيبقى ممل ورخم اكتر من الشغل نفسه. فانت اول باول خلصتي الوحدة نظفي على طول الخيوط بتاعتك علشان يبقى شغلك على نظيف اولا، ثانيا تبقي مرتاحة نفسيا وانت بتشتغلي. ودلوقتي هنشوف الجزء الثاني من الجوانتي. دلوقتي هنعمل الجزء الثاني اللي هو مربع الجيراني السادة دوت. هنشوف هنعمل ايه. هنتعلم احنا كده، عرفنا في الطريقة الاولانية ان احنا نعمل دايرة سحرية ونشتغل جواها. الطريقة الثانية علشان تعملي دايرة مغلقة، بتاخدي عقدة البداية وبعدين نعمل 4 سلسلة او 5 او اي عدد انت عايزة تعمليه في النص يكون مناسب للأعمدة اللي هتشتغلي بيها. وباجي في اول سلسلة وبقفل بمنزلقة بالشكل ده، بعد كده برتفع ب2 سلسلة وبعتبرهم اول عمود، وجوه الدايرة هشتغل على الخيط ده، مهم قوي ان انا اشتغل عليه. هعمل جنب الارتفاع ده 2 عمود، ادي اول عمود وادي العمود الثاني، بقى عندي 3 عواميد. بعد كده باخد 1 سلسلة وفي نفس الدايرة بشتغل كمان 3 عواميد، اللي هي المجموعة الثانية من الجيران. 1 2 3، نخلي بالنا ان احنا بنشتغل على الخيط ده. خلصت الثلاثة بعمل 1 سلسلة وبرجع اعمل برضو في نفس الدايرة 3. اثنين ثلاثة، عملت الثلاثة باخد 1 سلسلة وبعمل المجموعة الرابعة، يبقى عندي جوه الدايرة دي 4 مجموعات. ادي 1 2 3، كل ده وانا بشتغل على الخيط بتاع البداية. خلصت المجموعة الرابعة باخد 1 سلسلة، باجي في رأس اول عمود او الغرزة الثالثة،
وبقفل بمنزلق. كده السطر الاولاني خلص، بقى معايا المربع صغير كده. طيب عندي فتحة في النص اهي، هقفلها ازاي؟ الخيط اللي انا اشتغلت عليه ده هشده، لما هشده جامد هتقفل معايا الدايرة زيها زي اللي احنا كنا شغالينها بغرزة بدايرة سحرية اهي. حتى انا عملتها لكم في الفتحة عشان تشوفوا ان هي نفس النتيجة، ممكن يكون الغامق مش واضح لكن الفتحة واضحة اهي، ما بقاش في اي فتحة. دلوقتي هعمل ايه؟ ادي عندي مجموعة 2 3 4، همشي بغرز منزلقة عشان اوصل للفراغ اللي بين المجموعتين ده، بمشي على كل غرزة بغرزة منزلقة، وصلت للفراغ بدخل فيه وبعمل منزلقة كده، بعد كده برتفع 2 سلسلة وانا في الفراغ اللي بين المجموعتين، بشتغل جنبها 2 عمود بلفة، ادي 1 2، بقى معايا 3 عواميد، بحسب الارتفاع ده اول عمود، بعد كده بعمل 2 سلسلة وفي نفس الفراغ بشتغل كمان 3 عواميد. دي اول مجموعة اللي هي مجموعة الزاوية. بعد كده باخد 1 سلسلة وبنتقل على الفراغ اللي بعده ده، وبعمل فيه برضو مجموعة زاوية عبارة عن 3 عواميد و2 سلسلة وفي نفس المكان 3 عواميد. خلصت المجموعة التانية، باخد 1 سلسلة وبنقل على الفراغ اللي بعده واعمل مجموعة زاوية. اخد 2 سلسلة وفي نفس المكان كمان 3 عواميد، اخد 1 سلسلة وانتقل على الفراغ الاخير واعمل اخر مجموعة زاوية معايا. اتنين سلسلة والتلاتة التانيين، كده انا خلصت السطر ده. باخد 1 سلسلة وبقفل في اول راس عمود عندي، اول غرزة رقم 3، كده انا خلصت الدور التاني. زي ما احنا شايفين بقت مربعة كده، بوصل للفراغ ده برضو بغرز منزلقة على كل غرزة عندي بالشكل ده، بقيت في الفراغ برتفع ب2 سلسلة وبكرر في الزاوية المجموعة بتاعتها اللي هي ثابتة، 3 عواميد 2 سلسلة و3 عواميد، طبعا الارتفاع بحسبه عمود. زي ما احنا شايفين انا لما بقفل بيكون شكله طبيعي جدا مفيهوش اي تغيير. خلصت مجموعة الزاوية، باخد 1 سلسلة واجي هنا بين مجموعتين الزاوية بعمل مجموعة منفردة اللي هي 3 عواميد، 2 3، بعد كده 1 سلسلة وانقل هنا في المجموعة بتاعت الزاوية اعمل مجموعة زاوية تانية اللي هي 3 عواميد و2 سلسلة وكمان 3 عواميد. ده كده الجنب الاولاني. بعد ما خلصته بعمل 1 سلسلة وباجي بين المجموعتين بتوع الزاوية في الفراغ ده بعمل 3 عواميد. خلصت 3 عواميد، باخد 1 سلسلة وباجي في فراغ الزاوية بعمل مجموعة زاوية زي دي وبكمل بنفس الطريقة لحد هنا.
عملت اخر مجموعة اللي هي 3 عواميد وارتفعت بواحد سلسلة وباجي 1 2 وفي رقم 3 بقفل بمنزلقة وبرضو بمشي بمنزلقات على الغرز بالشكل دوت لحد الفراغ وبرتفع 2 سلسلة وبكرر مجموعة الزاوية. طبعا احنا خلاص عرفناها فانا بعملها بسرعة 3 عواميد 2 سلسلة 3 عواميد في نفس الفراغ. خلصت مجموعة الزاوية بعمل 1 سلسلة وباجي في الفراغ ده وبشتغل 3 عواميد مجموعة من 3 عواميد. يبقى كل فراغ عندي بشتغل في مجموعة من 3 عواميد وبعدين 1 سلسلة وانقل على الفراغ اللي بعده نفس الحكاية. الزوايا بس هي اللي بعمل فيها 6 عواميد. خلصت 3 بعمل سلسلة. يبقى انا دلوقتي وهنا هاجي اعمل مجموعة زاوية اللي هي 3 عواميد 2 سلسلة 3 عواميد. كل فراغ بيقابلني بشتغل فيه مجموعة 3 عواميد بينهم 1 سلسلة. كل الانتقالات بعمل 1 سلسلة عشان انتقل. ممكن تعملي المربع الجيراني من غير ما تعملي 1 سلسلة ومن غير ما تنتقلي، زي يعني عشان تنتقلي ما بتعمليش السلسلة، بيكون مقفل الشغل بتاعها جنب بعض كده. وزي ما شفناها في الكوفية ما كناش بنعمل 1 سلسلة بين المجموعة والمجموعة، لكن لما بتعملي سلسلة بتبقى واسعة ومفتحة بالشكل ده. فانتي مخيرة تقدري تعملي ده او تعملي ده حسب ذوقك وحسب انتي الخيط اللي شغالة بيه سميك ولا ضعيف طري. يعني هكمل بقى المربع بنفس الطريقة، مجموعة زاوية مجموعتين منفرد لحد وصلت لآخر مجموعة وعملت 1 سلسلة وبقفل بنفس الطريقة بغرزة منزلقة وبعدين بمشي للغرزة اللي بعدها برضو بمنزلقة وببقى كده عند هنا. في المرحلة دي أنا بشوف الوحدتين قد بعض ولا لأ. تقدري إن احنا نقص الوحدة دي وبعد كده نقفل، وممكن ما نقصش نكمل على الخيط ده اللي يناسب، لكن عشان يكون اسهل فخلينا نقصه طريقة كده. الوحدة التانية خلصت معايا وبقوا الوحدتين قد بعض. هننضف الخيوط دي وبعد كده هنكمل. دلوقتي انا نضفت الوحدتين زي ما احنا شايفين كده. بعمل ايه؟ ده وش الوحدة وده وش الوحدة. بشوف انا قفلت من فين، بخلي التقفيلات عند بعض من هنا ومن هنا. تمام. طيب ده وش الوحدة وده وش الوحدة، بقلبهم على بعض كده، يعني بخلي الوش والوش على بعض جوه، وقدامي الظهر من هنا وقدامي الظهر من هنا، وده المكان اللي انا كنت بقفل فيه وده المكان اللي انا كنت بقفل فيه. بحط الزوايا على بعض وفي ابرة التنظيف بتاعتي بلضم خيط من نفس الخيط الصوف بتاعي. وبعد كده بعمل ايه؟ هنقفل الجناب. واحد فين مكان القفلة؟ هنا. هقفل الجناب بتاعة الوحدات، هخلي القفلات دي في المكان اللي هيتقفل. هقفل الجنب ده ازاي؟ هاجي ادخل هنا كده تحت الخيوط عشان اداري الخيط بتاعي وارجع بالشكل ده، وبعدين امشي في وسط الغرز عشان اطلع في الزاوية دي اوصل لهنا لأول غرزة في الجنب. تمام. مشيت الخيط جوه الغرز لحد ما وصلت لقبل اول غرزة في الزاوية، مش انا عندي الزاوية فيها غرزتين سلسلة للاولى. وبعد كده باخد الغرزة الاولى كلها حرف الفي على الابرة، واخد معاها الغرزة الاولى من الناحية التانية بالشكل ده واعمل كده، وهو الخيط كده ادخل فيه بالابرة عشان اعمل عقدة ما يتفكش.
ربطة كده، تمام. وبعدين هخيط الجنبين مع بعض، الغرزتين اللي هنا حرف ال V اللي هنا مع حرف ال V اللي هنا كده، وبعدين ادخل في اللي بعدها من هنا مع اللي بعدها من هنا، كأني بخيط قماشتين على بعض، ودول الاتنين دول مع الاتنين دول وهكذا. افضل اخيط كده لحد ما اوصل للجنب التاني، هفضل اخيط كده لحد ما اوصل لهنا. خيطت الجنب لحد الاخر وقفلت اخر اتنين اللي هم في الجنب دول، الغرزتين بقفلهم، وبعد كده باجي اخدهم تاني، ادخل تاني كده فيهم واعمل الخيط كده على الابرة عشان اعمل عقدة تثبيت بالشكل ده، والخيط وهو لسه في الإبرة بدخله بين الغرز وبخفيه. يبقى أنا كده نظفته من البداية ونظفته من النهاية، بدل ما أفضل ألضم في الخيط وأقصه وأعمله بالشكل ده. نظفي أول بأول عشان توفري على نفسك تعب وحملان هم. كده انا قفلت الجنب الاولاني، وزي ما احنا فاكرين ده ظهر وده ظهر والوشوش جوه، هلضم خيط تاني عشان نعمل الناحية التانية. هنعمل الناحية التانية بنفس الطريقة، لكن هنخلي بالنا ان احنا هنسيب مكان للصباع، فللي ما خدش باله انا خفيت الخيط ازاي، باجي ادخل من تحت الغرز واحدة واحدة كده واخلي الخيط مش باين، وارجع وسط الغرز تاني بالشكل ده، وبعدين بطلع في وسطيهم كده لحد اول عمود في الزاوية بتاعت الجنب هنا، وبعدين باجي اخد الغرزة الاولى حرف ال V مع الغرزة الأولى من هنا كده، خدتهم مرة، بدخل في نفس المكان تاني عشان أعمل العقدة وأحط الخيط على الإبرة كده، فيقوم يعمل معايا عقدة تقفل ما تفكش أبدا، وبعد كده أخيط بنفس الطريقة اللي أنا عملت بيها الجنب اللي فات، غرزة من هنا مع غرزة من هنا، هقفل لحد العمود الاولاني من الوحدة دي، يعني انا هقفل الجنب ده وحدة الجنب والعمود الاولاني من هنا، وهاجي علشان نشوف هنعمل الفتحة بتاعت الصباع ازاي، انا هعمل حتة دي ولا نعملها مع بعض. كده بالطريقة دي قفلت لحد اول عمود. بعد كده بعمل ايه؟ ببدأ ادخل في ناحية واحدة في الغرز كده عشان امشي الخيط لاول عمود في المجموعة اللي بعديها، يعني الصباع هيكون اتنين من المجموعة دي واتنين من المجموعة دي، عمودين من هنا وعمودين من هنا، وصلت للمكان بتاع اول مجموعة ببدأ احطهم تاني على بعض واشتغل. يبقى انا كده سبت الفتحة بتاعت الصباع اهي، وهنا زي ما بعمل اعمل عقدة علشان ما تتفكش كده، وبعدين اكمل.
كده اخر غرزة، خلصت اخر غرزة برضو بثبتها بعقدة كده، وادخل الخيط في وسط الغرز وانهي. بعد ما نظفت الشغل بتاعي ونهيته بعمل ايه؟ بقلبه على الوش بقى الطريقة دي، بقى شكله معايا كده، ده كده من الوش وده من جوه من هنا يعني. تمام، دلوقتي هنعمل الاسورة دي. بجيب الخيط بتاعي وباجي من الجنب اللي انا كنت مخيطة فيه واللي كان فيه بواقي الخيوط، بدخل من النص كده، بدخل الخيط بتاعي من اي جنب منهم سواء ده او ده زي ما تحبي، وبنربطه. بعدين بدخل في نفس المكان تاني، حاولي توجدي لنفسك مكان كده، اعمل 2 سلسلة واعتبرهم اول عمود. بعد كده هشتغل عمود على كل غرزة عندي بالشكل ده، هنا في راس كل عمود من تحت هشتغل عمود من فوق. تمام، هنا هاجي في الفراغ اللي في غرز الجيراني من الناحية دي، طبعا كنا بنسيب 1 سلسلة، هشتغل عليها عمود. هسيب الخيط ده عشان لازم يتعمل بإبرة التنظيف، وبعدين هكمل على كل غرزة عمود، وفي كل فراغ هعمل عمود. تمام كده، هو في الفراغ وبعدين أكمل على الغرز ده في الناحية دي. هنا مفيش فراغات، فهنعمل فوق كل عمود عمود، هعمل عواميد كده لحد ما هاجي هنا. خلصت السطر وعملت اخر عمود، بشوف 1 2 ورقم 3، بقفل بمنزلقة وبعدين برتفع بيه 2 سلسلة. السطر اللي جاي ده هشتغله عمود امامي وعمود خلفي، بمعنى ارتفعت 2 سلسلة تحت دي، دي تحتها مش هشتغل عليها خلاص. الغرزة اللي بعدها بدخل كده من ورا العمود، بخليه هو فوق الابرة، واشتغل عمود بلفة، ده اسمه عمود امامي. بعدين اخد خيط والغرزة اللي بعدها او العمود اللي بعده اجي كده من ورا العمود، اخليه هو ورا الابرة، واشتغل عمود بلف. ده العمود الامامي والعمود الخلفي. اللي مش عارفها يقدر يرجع على القناة، هيلاقي فيه حلقة مشروح فيها العمود الامامي والعمود الخلفي بالتفصيل. اما اللي عارفها فهنعمل غرزة عمود امامي وغرزة عمود خلفي بالشكل ده. هكمل باقي السطر كله بنفس الطريقة لحد هنا. خلصت السطر ودلوقتي هاجي في ال2 سلسلة او راس اول عمود، وهقفل فيه بمنزلقة وهرتفع ب2 سلسلة، وهكمل بنفس الطريقة على العمود الامامي عمود امامي، وعلى العمود الخلفي عمود خلفي. هشتغل كله بالشكل ده، الامامي هشتغل عليه امامي والخلفي هشتغل عليه خلفي. هشتغل لحد ما يبقى عندي 5 سطور من الغرز دي، يعني كده عملت 2 وده الثالث، هكمل بعده 2 كمان وهجيلكوا بامر الله. خلصت ال5 سطور وخدت 1 سلسلة وقفلت اليد زي ما بنقفل الشغل كله. عايزه اقول لك خدي بالك من حاجه، انت لما تعملي واحده هتعمليها باي اتجاه مكان الصباع، سواء الجنب ده او الجنب ده، بس لما تيجي تعملي الايد التانيه خلي بالك ان انت وانت بتشتغلي تعملي المكان الصباع يبقى مظبوط، علشان دي ليها وش وليها ظهر، لو عملتيه من هنا هتلاقي الاتنين زي بعض يمين او الاتنين شمال، فخلي بالك من النقطه دي. دلوقتي هنعمل ايه؟
هنكمل. هنعمل مكان الصباع، بجيب الخيط بتاعي وباجي في النص هنا، وبدخل الخيط بسحبه وبربطه، وبعدين هرتفع بيه 2 سلسلة، وفي نفس المكان هعمل 2 عمود بلفة جنب الارتفاع كأنها وحدة جيران. بعد كده من غير هدخل الخيط ده جوه، بعد كده هاخد 1 سلسلة وهشتغل في الفراغ اللي بعدها ده غرزة جيران، مجموعة جيران، معذرة، العمود التاني والعمود التالت، بعدين 1 سلسلة، وفي اللي بعدها الفراغ اللي بعده هشتغل غرزة جيران. واحد سلسلة، وفي النص هشتغل هنا في الخط بتاع النص هشتغل مجموعة 3 عواميد، 2 3، 1 سلسلة، وهكمل في كل فراغ لما يبقى عندي 5 وحدات من دول، ادي 2 4 كده، فاضل لي اخر واحدة دي، واحد سلسلة، وبعدين باجي هنا في اول راس عمود وبقفل فيها بغرزة منزلق، وبرتفع 1 سلسلة وبفصل الخيط. بقى معايا الصباع بالشكل ده زي اللي هنا. بعد كده هنعمل ايه؟ بالنسبة لده لو انت عايزة تطوليه اكتر فبتزودي عدد السطور بنفس الطريقة. دلوقتي هاجي هنا برضو النص زي ما انا عملت هنا كده، هسحب الخيط وهربطه، هعمل هدخل في نفس المكان وهعمل ارتفاع 2 سلسلة وهعمل جنبه 2 عمود بلفة وحدة جيراني. هنا بقى مش هعمل سلسلة بين كل واحدة، بين كل مجموعة ومجموعة، لأ هخلص المجموعة واتنقل على اللي بعدها على طول، اعمل المجموعة التانية عشان يلم معايا شوية، لان الصوابع من فوق غير الايد من تحت. خلصت المجموعة مش هعمل سلسلة، هنتقل على الفراغ اللي بعده واشتغل مجموعة، اخلص المجموعة انتقل على طول على اللي بعده بدون سلاسل في النص. ليه؟ علشان يلملي الايد شوية. هكمل كده لحد الاخر. خلصت السطر وقفلته في راس اول عمود وارتفعت 1 سلسلة ونهيت الخيط. طبعا انتي تقدري تزودي ده لو انتي عايزة تعملي 2 او 3 براحتك، حسب ما انتي حابة يبقى لحد فين، وكمان انتي حب يعني الايد اللي بتشتغلي لها، ايد رفيعة، ايد قصيرة، ايد تخينة، ده بتراعيه وانتي بتشتغلي الجوانتي. ده كده خلصت. طبعا الخيوط دي هننضفها بإبرة التنظيف، وده شكل الجوانتي بتاع الطقم. بكده نكون خلصنا الجزئين بتوع الطقم اللي كنا بنشتغله، الكوفية والجوانتي، ظهرة دوار الشمس. يا رب يكون الشرح سهل وعجبكم،
لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واكتبوا لي تعليق، ولو ما عجبكوش اعملوا ديسلايك واكتبوا لي ما عجبكوش ليه. لو في اي سؤال او اي طلب انتوا عايزينه تقدروا تسيبوا لي في التعليقات، وانا بعمل الطلبات اللي بتطلب بالترتيب، فلو اتأخرت على حد يعذرني. اشوفكم في فيديو جديد وحاجة جديدة. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.